السلام عليكم. احنا النهاردة معانا مكنسة هنفكها دلوقتي قدامكو. دي طبعا موتورها عايز يتغير له بيل، وهنوريكو الصوت بتاعه. طبعا ده البيت، الباب اللي هو الخزنة اللي بتشيل فيها الفرش والحاجات بتاعتها. هنا في بنزين من نفس الجزء البلاستيك من الجسم نفسه، بنحاول نقوم بنفك كده، بيعملوا زي قفل بيمسكه بدل المسامير. هتفكوا كده لغاية ما يتهوى شوية، هنبتدي نشيل الغطا بتاع زرار الباور والكابل بتاع السلك اللي بيدوس على السوستة. برضو نظام ايه كابس. هنبتدي بقى نفك المسامير دي من قدام. في مسمار هنا هيتفك برضو. هنفك بقى ايه الباب بتاع المكنسة، ده اهم حاجة. شوف بيخش هنا ليه، واتنين بيخشوا تعشيه بالطريقة دي. عايز نظام زق كده بالضغط ويطلع معاك. طلعنا الودن دي، هنطلع الودن التانية. دخلة بنزين كده اهو، البنزين اهو، واحد اتنين. ليهم برضو خرمين بيعشوا فيه. هنشيل بقى الوش اللي هو مغطي تحت المسامير، تحته مسامير بتاع ايه العلبة بتاعة الموتور. فاحنا فكينا طبعا الاتنين دول تلات مسامير. هنفك بقى ايه الاتنين اللي ورا، وفي اتنين في النص. طبعا مش كل المكانس فيها نفس النظام، كل شركة وعاملة مكان مسامير. هنزقه برضو هنا. اللي اتفتح ده الباب مش الجسم، طلع الجسم اهو. السلوك دي ماسكة في المفتاح، مفتاح هنا رابطينه بمسمار. هنفكه عامل زي الجريدة كده، مشط مستطيل. وطبعا كل شركة ما فيهاش نفس النظام. والسلوك دي داخلة ليها مجاري بتعشق فيها عشان لما نيجي نحط الوش ما يقرص على السلوك بالراحة كده، عشان مفيش حاجة. طبعا احنا بننطر كده المسامير، لازم بعد ما تفك توقع المسامير عشان لما تيجي تقفل ما يدقش. طبعا احنا هنا بنربط السلك دوت عشان ما يكريش مع السوستة بتاعته ويفك. نجرب الموتور صوته عايز يغير عمان بيلي. نشيل الكفر دوت عشان نخلص السلوك بتاعته. بقى في ناس ممكن طريقتين، يا تقطع الفردين المواصلين بالموتور، يا اما في موتور بيبقى ايه في كليبسات. السلك هو طلع بكليبس، وهنطلع الكليبس من الناحية التانية برضو. ده فلتر وده كاوتشة بتمسك الماتور عشان عزمه بيبقى جامد، ف
فدي تمسكه ما تخليهوش لو لف طبعا هيلف الاتجاه بتاعته فممكن ايه يعمل المشكلة. فعاملين الكروتة دي بتعشر في الموتور وليها تعقيقة في قلب الجسم بتاع نفض التراب ده كله. ومش شرط يكون الموتور بايظ يعني، ممكن نيجي نعمل صيانة، واحد عايز ينضف المكنسة بتاعته يعني مش شرط يكون الموتور بايظ. بنفتح وننضف المكنسة، وممكن لو الموتور سليم بنقفله تاني. عايز صيانة بنعمل صيانة. طبعا كل ده تراب مكنسة شغالة بقالها بتاع أكتر من 10 15 سنة، ودي تعتبر كده يعني نضيفة كويس يعني حالتها جيدة. نضف الفلتر وباقي العبار والتراب اللي هو ايه في القسم بتاع المكنسة. وممكن تغسل الفلتر اللي هو اللي احنا دوت، ممكن تغسله عادي. بترجع كل حاجة مكانها. طبعا الموتور ده احنا عملنا له صيانة بس في فيديو تاني، عشان هيبقى الفيديو طويل معانا كتير، فقسمناه على جزئين. بنرجع الكليبسات تاني اهو. حط الكاوتشة دي اللي هي هتمسك الماتور. اه شوف ده البيت بتاعه بيبيت فيه. نرجع كل حاجة بقى مكانها. تأكد ان الماتور ماسك كويس، لو بيلف معاك هيبقى مشكلة. ما يشتغل بيبقى عزمه قوي، تبص تلاقيه لف ولم كل السلوك اللي انت شايفها دي. طبعا اهم حاجة تفضي المسامير من الجزء اللي انت هتحطه فوق. عشان تبيت معاك الجزئين مظبوطين، لو في مسمار راكب هيضايقك في ايه في التقفيل دوت. شوف هنا مفيش مسامير، بنقفل كويس. حط بقى مساميرك. طبعا يفضل وانت بتفتح المكنسة دي تكون لابس كمامة، عشان بيطلع منها زغبار، يعني مش تراب، زغبار ناعم جدا، لو واحد عنده حساسية ممكن يأثر عليه. فياريت تلبس كمامة وانت بتشتغل في مكنسة زي دي. نجرب. تمام كده. ده الفلتر اللي بيتحط قدام الكيس اهو، عشان لو الكيس طلع مخروم او عدى شوية رمل او تراب الفلتر ده يحوش. ده المشت اللي هو بتاع المفتاح مربوط بمسمار، ربطناه. بنلم سلوكك، بتحطها في كل سلك وليه مجرى بتبيته فيه. تأكد ان المفتاح شغال اهو والسلك مش هيضايقه. اهو المفتاح هنا اهو، اهو شوف بيتحرك اهو معانا، اهو بيعشق هنا وبيركب. هنبدأ بقى نحط هنا. نجيب الباص ونتأكد إن في شط كويس. والمفتاح هنا يعني عشق في مكانه، بيعلي ويوطي. هنربط مصابيرنا. شفت بقى هنا ليه الخرم اهو من جوه، من هنا بتزق زقه جامده كده تنشل في المكان اهو بالطريقه دي بجنب كده.
ودن واحدة على الشقة اهي والتانية على الشقة، تتأكد انه بيفتح ويقفل، وقفل تمام اهو. هنا بقى السوستة بتاعت السلك والسوستة بتاعت المفتاح، بيعشوا هنا لهم بنزين هنا اهو، بيعشوا فيهم. هتحط ليه منيم من ورا، وهنا ودنين اهم بيعشقوا، هزق كده بالطريقة دي عشقوا، تأكد انه ايه ان التكات تمام وبيشتغل. هبعلق وقطع اهو تمام. شكرا، سلام عليكم.